ايه يا كابتن فودة؟ خير؟ مش مستريح نفسيا يا خبر. وعشان العب لازم تكون مرتاح نفسيا طبعا. قول عايز ايه؟ ممكن نخرج كل الحضور من هنا ونسيب الكاميرات؟ عايز تمشي الحضور من بطولة العالم؟ اوكي حقك طبعا. يلا يا جماعة بليز ليف ذا روم. لسه في حاجة مش مريحاني. قول يا حبيب اخوك ما تتكسفش، اهم حاجة تبقى مرتاح. ممكن معلش نخلي التكييف على 32؟ 32؟ مش فرهدة شوية؟ عشان اكون مرتاح بس. It's okay. وطوا التكييف بليز. Thank you. اتفضل. انا تمام، كله تمام، بس في طلب صغير، في دبدوب انا بتفائل بيه على 3D. معلش يا جماعة ثانية، ممكن نغير الحصان ده عشان شكله تعبان؟ انتوا متأكلهمش ولا ايه؟ الكرسي ده بيزيق، الكرسي ده بيعلق، الكرسي ده محتاج حد يحب، انا محتاج حد يحبني، لازم اتجوز قبل ما نبدأ. انا حاسس اني اتسرعت، هروح اطلق وجهي. وات؟ ممكن نذبح قبل الماتش؟ دي طقوس جدا الله يرحمه. ممكن نشوي قبل الماتش؟ دي طقوس خالي بقى الله يرحمه. بقول لك احنا محتاجين نبخر الاوضه. في حد استغل دخان البخور وعمل بومبا، غالبا انا. احنا محتاجين معطر. تفتكر ليه بيسموها رقعه شطرنج؟ يعني ايه شطرنج اصلا؟ انا مش هعرف العب غير مقرب مع ستين، في حاله حسد. انا ما اعرفش العب غير مخدم جوز عم. يا ريت مرتين. ممكن نطفي النور ونلعب زي ما كان اجدادنا بيلعبوا بكشافات الموبايلات؟ ممكن. خلاص ارتحت جهزت كله تمام يا فودة ولا في حاجه تانية؟ خلاص يا خواجه، انا اوريدي يعني كله جاهز. يا ساتر الحمد لله. دورك. Now my turn. ايه مش حاسس محتاجين معطر؟ لا انت كده بتضيع وقت بقى. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد لو بتخسر في الشطرنج فحابب أقول لك ما تخافش من الحلقة. بجد يا أبو حميد أنا حمار في الشطرنج. عزيزي المشاهد الجميل، هذه الحلقة ليست لمحبي الشطرنج فقط ولكن لكل المشاهدين. الساعة 5:00 مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 1972 كانت ساحة الصالة الرياضية في ريكيافيك في أيسلندا، افتكر هذه الدولة، مقاعدها محجوزة بالكامل من الجمهور. كم بلاي ده غير الملايين اللي قاعدين قدام الشاشات في بقاع كتير جدا من العالم. كل دول يا أبو حميد بيعملوا إيه؟ يتابعوا المباراة المصيرية نهائي بطولة العالم للشطرنج بين بطل الاتحاد السوفيتي وبطل أمريكا. المباراة اللي هتعرف في تاريخ الشطرنج باسم مباراة القرن. على المنصة بنشوف بطل الاتحاد السوفيتي بوريس سباسكي بيلعب باللون الأبيض على رقعة الشطرنج، قدم بيدق الملك مربعين قدام عشان يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه اللي حققه سنة 1969، اللقب اللي فضل ملك بلاده الاتحاد السوفيتي من وقت الحرب العالمية الثانية. سباسكي بعد ما حرك البيدق داس على ساعة اللي وقف وبدأت تتحرك عند ساعة الخصم وفضل يبص عن جانب التاني من الرقعة. مشكلة عزيزي ان الكرسي اللي قدامه اللي المفروض قاعد عليه خصمه اكشلي فاضي. ايه ده يا ابو حميد؟ هو بطل امريكا راح فين؟ خليني اقول لك يا عزيزي ان بطل امريكا ما وصلش القاعة. الوقت عمال يمر ومحدش يا جماعة عارف فين بطل امريكا. خليني اقول لك يا عزيزي ان دي مش اول مرة اعملها. مباريات كتير في بلده سببها الاسباب في غاية التفاهة، زي مثلا ان شكل الرقعة مش عاجبه او ان شكل القطع مش مناسب. المباراة نفسها اتأجلت يومين عشان ما رضيش يسيب نيويورك ويروح ايسلندا ولا يوقع العقد بتاع المشاركة في النهائي غير اما اتحاد اللعبة يوافق على مطالبه اللي بالمناسبة كتير منها كان مبالغ فيها. ولكن يا عزيزي بعد 6 دقايق كاملة بيظهر بطل امريكا. ابو حميد كان عنده اسهال؟ لا يا عزيزي، اللي بيتكلم عنه معروف بروبرت فيشر او بوبي فيشر، وهو المصنف الاول في امريكا في الشطرنج لمدة 8 سنين، الرجل الغامض العنيد المثير للجدل ولكنه عبقري اللي هيتوصف لاحقا بمطسرة اللعبة. بينزل عمك فيشر ويشمر ويحرك حصان الملك الاسود، وهنا الجمهور يهلل ويهيص ويرتاح. خد بالك يا عزيزي لو ما تعرفش برضه السياق التاريخي، احنا في حرب باردة، انت هنا بتمثل امريكا في الحرب الباردة. هذه المباراة ان خسرتها يا بوبي لم تخرج من بيتك لمدة أسبوع. جمهور ارتاح إن أخيراً مباراة القرن هتتلعب. كل معسكر بقى بدأ يجهز جمل التحفيل لإشعال السوشيال ميديا. عزيزي المشاهد خلينا نقف لحد هنا، أنا هنتقل لحكاية تانية ونسيب الماتش دلوقتي عشان نخليك متشوق تعرف اللي حصل في الماتش، فتسمع اللي أنا عايز أقوله لك دلوقتي. بطولة العالم للشطرنج موجودة من سنة 1886 ولكنها المرة الأولى اللي نهائي البطولة يبقى هو المتصدر من شتات الصحف والأخبار. مش بس في أمريكا، ده في كتير من دول العالم الناس كلها بتتكلم على ماتش الشطرنج. يا جدعان ده كرة السرعة كانت بتجيب مشاهدات عنه. فكرة عزيزي إن دي أول مرة يكون النهائي بين لاعبين اتنين مش روس. دخول هنا العنصر الأمريكي خلى الشطرنج اللي عمره ما كان لعبة شعبية فجأة بقى محط اهتمام الكل. نقطة كده زي بنطلون شارلستون ولا هوب. الميديا الأمريكية حولت المواجهة من مباراة عادية بين لاعبين
قوتين أفزاز لمواجهة بين كتلتين من القوى العظمى في عز الحرب الباردة. إذا كانوا القوتين مش هيقدروا يقوموا حرب نووية، يا عيني مجبوتين وعاجزين إن هم يحاربوا بعض بجد. فبدل ما ده يحصل يا عزيزي، بيطلعوا الفراستريشن بتاعهم في ماتش الشطرنج. دي تنفيسة. لو نجح فيشر إن هو يغلب سباسكي، هيقدر يهزم بروباغندا السوفيتي اللي بيقولوا إن هيمنتهم على هذه اللعبة بتعكس مدى رقي وتفوق نظامهم السياسي الشيوعي على الغرب الرأسمالي. شوفوا الشيوعية بتطلع ناس أذكياء تكسب في الشطرنج إزاي. صح لأن هو ده النظام اللي أنتج ناس بهذا الذكاء خلاهم أبطال في الشطرنج. حرب حقيقية عزيزي. الساحة فيها هي رقعة من 64 خانة مفيهاش ألوان غير أبيض وأسود. صوت الدم مجرد طرقعة من قطعتين. كتيبة من 16 قطعة شطرنج بتلاعب كتيبة من 16 قطعة شطرنج. ورا كل كتيبة في جنرال هو اللي بياخد القرارات، عينه على الفوز وبس. كلنا بديين في حالة تساوي، احنا الاتنين عندنا نفس العدد، احنا الاتنين عندنا جنود ليهم نفس القدرات، ولكن اللي هنا بس هو اللي بيكسب واحد على التاني. حرب حق وصدع حق. في الإعلام الأمريكي ما كانش بيتقال إن بوبي فيشر هيهزم سباسكي، ولكن بيتقال إن بوبي فيشر هيهزم الروس. والسوفييت كانوا شايفين الماتش ده معركة وجود. لحد دلوقتي في ناس شايفة إن روبرت فيشر هو أعظم واحد لعب شطرنج على الإطلاق. اللعبة اللي عرفها وعنده 6 سنين وهو في شقة متواضعة في بروكلين عايش فيها مع أمه. الأم اللي بتشتغل وظيفتين عشان تعرف تصرف عليه هو وأخته الكبيرة جوان. الأخت اللي هتجيب لأخوها رقعة شطرنج من محل حلويات تحت بيتهم ميسيا جوجو. محدش عزيزي كان متوقع إن الواد هيبقى مهووس باللعبة دي للدرجة اللي تخليه مش عارف يفارقها لا ليل ولا نهار، حتى هو بياكل جنب رقعة شطرنج أو كتاب بيذاكر منه الأدوار. لعبة هتعوضه عن كل حاجة حواليه وهتخليه قادر يستغنى بيها عن العالم. في مراهقته هيلغي كل حاجة في حياته، الدراسة، الرياضة، حتى إنه يتعرف على بنات في سن أو يكون صداقات أو حياة اجتماعية من أي نوع. فضل منعزل عن كل شيء ما عدا الشطرنج لدرجة إن أمه قلقت وديته لطبيب نفسي وهو طفل صغير، ولكن الدكتور طمنها إن مفيش حاجة تقلق بخصوص هوس ابنها في الشطرنج. في سن 9 سنين روبرت فيشر أخد قرار إنه هيبقى بطل العالم في اللعبة. يا أبو حميد عمل إيه بقى في الماتش؟ ده عامل وعمل وعمل. عايزين ننتظر خلص الحتة دي وأرجع الماتش إن شاء الله. ولا أوعى تجري على فيشك قدام. خليني أقول لك إن روبرت تميز جدا في هذه اللعبة لدرجة إن مع وصوله لسن 13 هيحقق فوز قدام خصم استثنائي جدا، أستاذ الشطرنج الدولي دونالد بيرن، في مباراة مدهشة تعتبر تحفة تكتيكية بالنسبة لشخص في سنه. خليني أقول لك إن روبرت ضحى بالوزير أقوى قطعة في الشطرنج اللي غالبا خسارته أو التضحية بيه ممكن تكلفك الدور كله. بعض مؤرخي الشطرنج بيعتبروا هذه الحركة حركة القرن. تخيل عيل عنده 16 سنة عمل حركة القرن، عيل عنده شبه شنب عمل لعبة القرن. المصطلح هيفضل مرتبط بيه لحد يومنا ده في دور لعب لسه بيدرس لحد النهارده. في سن ال 15 سنة بيصبح أصغر أستاذ دولي في تاريخ اللعبة. هنا عزيزي الولايات المتحدة الأمريكية أدركت إدراك مهم، يبدو كده إن إحنا عندنا عبقري في الشطرنج، والجماعة بتوع الاتحاد السوفيتي حارقين قلبنا على اللقب. ده فرصة ممتازة إن إحنا نثبت كفايتنا ونثبت النظام الرأسمالي بيطلع عبقرة ويرجع اسمنا في السوق زي الأول وأحسن من الأول كمان. روبرت فاز بعدها 8 مرات ببطولة الولايات المتحدة للشطرنج بفرق هايل عن كل منافسين. وعشان تفهم حجم إنجاز فيشر في الوقت ده، فالشطرنج ما كانش لعبة مهتم بيها الأمريكان. كان عندهم لعيبة كبار وأقوياء، بس مفيش بينهم أبطال عبقرة، وده بالرغم إن أمريكا قدمت في القرن 19 واحد من أساطير اللعبة بول ميرفي. إلا إن مفيش لاعب أمريكي خارق ظهر بعدها، ومفيش أمريكي واحد فاز ببطولة العالم للشطرنج. بوبي فيشر كمان كان بيحارب بطولة مفيش مدربين على مستوى تقيل أو مساعدين أو محللين، ده هو في سن صغير قدر يكسب أستاذ دولي، هيجيله مدرب يبيعه هدومه، مين اللي هيعرف يدربه ده؟ كمان ما كانش فيه تمويل للاعبين. وفي سنة 1971 بيتأهل بوبي فيشر للمنافسة على مستوى أعلى بطولة العالم الشطرنج، ولكن نجاحه الأسطوري في اللعبة جه بتمن. مع كل صعود لسهم مهاراته في الشطرنج كان بيحصل هبوط حاد في مهاراته الاجتماعية، غير طبعا جنون الارتياب والرغبة الشديدة في الوحدة اللي كانوا دايما مهيمنين عليه، كان بيبعد أي حد يحاول يقرب له، وأولهم أمه ريجينا. لا يا عزيزي، لأن الهانم بترهيه عن الشطرنج. طيب يا حبيبي أنا هروح في 60 داهية ومش هتعرفوا لي طريق. ممتاز، هو ده اللي عايزه. شهرته بالمراهقة كلاعب يقدر ياخد عروض كتير، يقدر يهزم فيها 40 لاعب في نفس الوقت، حاجة كده زي فريد شوقي في فيلم عنترة. بس طبعا ده كان له أثر نفسي مدمر وعرضه لضغط شديد من الصحافة أو من اللي أحاطوا بيه أو من دوائره المحيطة، لأنهم كانوا شايفينه فرصة يقدروا يجيبوا من وراها فلوس، فقرة في المولد. أما بقى بالنسبة للإعلام الأمريكي فكان بالنسبة لهم مجرد فقرة مسلية لطفل عبقري نبهر بيه الجمهور شوية ويجيب معلنين. طفل بقى معجزة وبيحط من نسبية وجاي من المنوفية، عنده حواراته يعني. وبعدين بقى نستضيفه ونسأله ونلاقي بقى عنده حاجات غريبة زي إنه مثلا ما بيتفرجش على التلفزيون. واو، لأنه خايف يعرض دماغه للإشعاع. يا إلهي كم أنت غريب الأطوار. اهتماماته في القراية والكتب اللي بره مجالات الشطرنج محصورة في المواضيع اللي بتتكلم عن النظريات المؤامرة. هو كان بارانويد يا حبيبي. سن 29 كانت حياته شبه حياة الرهبان، دايما قاعد لوحده بينتقل من فندق لفندق تاني، يا بيذاكر شطرنج يا بيلعب ادوار جوه دماغه. هوسه بالرقعة والوحدة ما كانش بس عشان التضحية اللي المفروض يعملها عشان يبقى لاعب شطرنج كبير، ولكن هوسه ده كان نتيجة ان امه سابته وهو صغير، ومن قبلها ابوه اللي هو ما شافوش كان بيفكر ان لو كانت الوحدة دي مفروض عليا فانا هصاحبها من خلال الشطرنج.
رقعة الشطرنج اللي هتبقى بديل عن ذاتي وعن العالم عبقري الشطرنج. ولكن مدهش أكتر من تأثير الشطرنج على فيشر هو تأثير فيشر نفسه على خصوم ميخائيل تال، وهو واحد من أعظم اللاعبين الروس ومن أعظم لاعبي العالم. وصفه إنه أكيلس بلا كعب، يعني عنده قوة أكيلس بس ما عندوش نقطة ضعفه، كأنه كمبيوتر شطرنج بيحل المواقف غير متوقعة بسرعة مذهلة. المحللين السوفييت اللي حللوا لعبة فيشر وصلوا لنتيجة إنه محتاج 25 ثانية بالكتير عشان يقدر يتصرف لما يحصل له مفاجأة جوه اللعب ويوصل للخطوة الصح. ده في الوقت اللي أعظم لاعبي العالم بيحتاجوا ده في الفترة دي. في وقت كتير ممكن الخطوة اللي خدها تبان كأنها خطوة ضعيفة، زي إنه يضحي بحصانه النشيط على الرقعة قصاد الفيل بتاع خصمه الضعيف، لكن في كل مرة يا عزيزي بيطلع خطوته هي الأصح. كل ده كان بيعمله بوش بارد وبثقة غير عادية بتهز ثقة خصمه. والراجل ده فاهم كويس اللي بيعمله، أي خطوة مهما تبان ليهم ضعيفة هيفكروا على طول إن ورا ده خطة عميقة ما يقدرش حد من البشر العاديين إنهم يكشفوها. وفي أوقات كتير بيبقى عندهم حق، ظاهرة هتسمى بالرعب من فشل. الأساتذة الكبار الجراند ماسترز بيحسوا بذعر من الراجل ده، من العيل ده. كان هناك إقامات وعلامات في اللعبة مقتنعين إن فشل بينام خصومه وإن مخهم وقت ما بيلعبوا معاه بيبقى تحت إيد قوة تانية هو بتخليهم يحسوا بانهيار في أجسامهم ويحسوا باستسلام. بطولة العالم في الوقت ده كانت دورة من 3 سنين، اللعيبة بيتنافسوا في سلسلة من المسابقات الإقليمية كتصفيات مؤهلة لبطولة العالم. بيتم تصفيتهم لثمان لعيبة، واللي بيفوز من الثمان لعيبة بيكون من حقه إنه يلاعب بطل العالم اللي فات اللي هو حامل اللقب، يتقابلوا ونشوف مين اللي هيكسب. سنة 1970 لما بدأت المسابقة روبرت فيشر كان على رأس المصنفين في أمريكا في سلسلة التصفيات اللي بتأهل اللعب قصاد بطل العالم. فيشر حقق سلسلة انتصارات تاريخية قبل ما يواجه 3 من عظماء اللعبة في زمانهم. في الماتش الأولاني قابل حد اسمه مارك الاستاذ الدولي السوفيتي. يا اسطى استاذ دولي عيب، خليني اقول لك ان الراجل ده ليس مجرد لعيب كده. تايمونوف ده لفت تحيه باسمه. لما تايمونوف قام من اخر جوله طلبوا منه يقول تعليقه على الماتش، قام قال لهم طيب انا ممكن اروح العب بيها، بطلناها شغلانه الشطرنج دي ومسحوا التفريح. بعدها لاعب بنت لارسون. يا ابو حميد طب ما يلعب لارسون نفسه، جاي يستاهل على بنته عزيزي يا متهور. بنت لارسون ده واحد من اعظم لعيبه الشطرنج في العالم. في تفريح باسمه يا ابو حميد؟ ايوه فعلا يا عزيزي، في افتتاح في الشطرنج باسمه. ده عزيز زيه زي لزغلي ومصدق، غير واحد بيقول لك هلعب احمد. بقى عزيزي عم بنت ده 6-0. بعدها مقابل بيتروسيان بطل العالم في الشطرنج، راح محطمه حرفيا، راح مديها له شامي مغربي. في تاريخ بطولات العالم دي كانت سلسله انتصارات غير مسبوقه. هنا بقى فيشر بقى عنده الحق انه يواجه بطل العالم وحامل اللقب بوريس سباسكي. سباسكي كان لاعب عبقري مختوم بصناعه اله الشطرنج السوفيتيه، مدرسه في اللعبه ما بتخسرش. وعلى عكس فيشر كان عنده التيم بتاعه، كان عنده مدربين وفريق مساعدين على اعلى مستوى. عشان تفهم اهميه اللعبه دي بالنسبه للسوفييت، خليني اقول لك الشطرنج كان بيتم ادارته من خلال الدوله شخصيا، وتحديدا من خلال اللجنه العليا التابعه للجنه المركزيه للحزب الشيوعي. شفت ركبنا كام اتوبيس؟ الشطرنج كان مع الباليه والسيرك كاحد اهم عواميد الدعايه السوفيتيه اللي بيحاولوا يثبتوا بيها تفوقهم على الغرب. عندكم حد بيعمل الشقاوه دي؟ الشطرنج سيرك باليه، ذكاء تنطيط ليونا. خليني يا عزيزي اجي للنقطه اللي انت مستنيها من اول الحلقه وهي الماتش. بس قبل ما اتكلم عن الماتش خليني اقول لك لما جه ميعاد الماتش، ورغم ان الماتش ده كان فيشر بيحلم بيه طول عمره الا انه بدا يبالغ في طلباته اللي كان من بينها زياده مبلغ الجايزه. خليني اقول لك ان لحد اخر لحظه ما كانش حد عارف هو لعب الماتش ولا لا، لحد ما تدخل ساري بريطاني مهتم باللعب ان ضاعف قيمه الجايزه لرقم ما حصلش قبل كده في تاريخ لعبه الشطرنج، 250,000 دولار. وكانت المساله مساله فلوس يا عم فيشر. اتحل انزل بقى عم الصقر، دلعنا عم الصقر، دلعنا عم الصقر، يا تلعب هتثبت ان انت جبان وخايف وكنت بتتحجج. المشكله غالبا ما كانتش فلوس، المشكله غالبا كان ضغط نفسي، وده على حسب كلام عدد كبير من المحللين اللي قالوا ان طلب فيشر للفلوس دي بتبين انه خايف يخسر. بس مش عشان هو حاسس ان هو اضعف من سباسكي، العكس، ده عشان هو من صغره وهو متعود ان مفيش حاجه اسمها خساره، دايما فوز متتالي، الفشل عمره ما كان اوبشن. الهزيمه ممكن يبقى ليها تاثير مدمر على احترامه لنفسه وتصوره لحياته اللي ملهاش اي معنى من غير الشطرنج. مفيش شطرنج الراجل ده مش موجود. لما صحفي في البي بي سي بيساله اذا كانت مشكله انه ما يعرفش حاجه عن الحياه الطبيعيه او عن الناس وهل حياة الرهبان اللي هو عايشها دي بتأثر عليه؟ فيشر جاوبه ان هو فكر كتير قوي يسيب الشطرنج، بس من غير الشطرنج ما عرفش هيعمل ايه. اللي خلاه يروح الماتش ده هو اتصال من هنري كيسنجر مستشار الامن القومي الامريكي وقتها. كيسنجر ده يا ابو حميد مش بتاع السادات؟ بتاع السادات يا عزيزي، واضح ان حسك القومي عالي شويه، بس هو يعني كان اتكلم مع السادات. اللي حسسه ان كرامه الامه الامريكيه على المحك وانه مهم وضروري انه يهزم الاتحاد السوفيتي في اللعبه. طبعا على الناحيه الثانيه سباسكي كان بيواجه نفس الضغط، وده بقى
من ايه؟ من الاتحاد السوفيتي. بص يا عم سباسكي، ده ليس مجرد مباراه شطرنج. كل ما حد يشوفني يقول لي الجمله دي، عرفت انه دفاع عن قلعه الشطرنج السوفيتيه ضد امريكا الراسماليه الامبرياليه. حاضر هروح العب. البطوله بينهم يا عزيزي كانت 24 ماتش، حامل اللقب لازم ياخد 12 نقطه، واللي يتحداه محتاج 12 نقطه ونص عشان يكسب. تاني من اصل 24 ماتش، التعادل بنص نقطه والفوز بنقطه. عايز تكسب بطل العالم 12 ونص. في مسرح في ضيوف مهمين وجمهور من كل حته في العالم، الكل بيسكت عشان يفرج على الراجل اللي جاي متاخر 6 دقايق ويبدا الماتش. امريكا البلد اللي ما كانتش مهتمه بالشطرنج كان جمهورها بيتابع الماتشات ولا كانه السوبر بول. لما فيشر ما ظهرش في الماتش الاولاني غير بعد 6 دقايق، في ناس توقعت انه اكيد بيعمل حرب تكتيكيه ونفسيه ضد سباسكي، بيلعب له في دماغه زي البوي فريند التوكسيك كده. ولكن الحقيقه ان فيشر كان جاي متاخر 6 دقايق عشان هو في خناقه ثالثه، خناقه مع شياطينه الداخليه. بعد اول خطوه بيحركها بوبي فيشر، بيقوم سايب الرخه ويعترض على مكان الكاميرات. يا بيه مش عارف اركز يا بيه. بيكمل ماتش وبعد 28 حركه بيبقى الماتش قريب للتعادل، بس فيشر بيعمل غلطه ما يعملهاش غير مبتدئ، بياكل عسكري بيخلي الفيل بتاعه محاصر. بيفرجوا على الماتش ومن بينهم على طاوله اللعبه ما صدقوش ان فيشر يقع في غلطه زي دي. الحركه دي اكيد فيشر محضر لها ومذاكرها بقاله سنين عشان يهزم الواد السوفيتي ده من غير ما ياخد باله. ولكن في الحقيقه مع كامل احترامي للمتخصصين، اللعبه كانت غلط. طبعا لما خسر كانت صدمه للعالم كله، اللي بالنسبه لهم فيشر كان مكنه شطرنج. سباسكي يكسب الماتش الاولاني، فيشر بيقوم مهدد انه هينسحب لو الكاميرات ما اتشالتش. انا بصراحه مش عارف اركز من حركتها، مش ده ابو حميد شغل كابتن مدحت فقوسه؟ هدفع غرامه 2000 جنيه وانسحب بكرامتي. ولكن طبعا يا عزيزي احنا بنتكلم في عصر راس مالي وهناك حو بس وحاجات كده، والمعلنين لو ما فيش كاميرات مش هيبسطوا، فرفضوا طبعا هذا الكلام، لان ببساطه مكاسب اللعبه قائمه على عروض وتسجيل الماتشات. في الماتش الثاني فيشر مش بيتاخر 6 دقايق، فيشر ما بيجيش الماتش اصلا فبيعتبروه مغلوب، وبالتالي فيشر يخسر الماتش الثاني. كده النتيجه تكون 2-0 لصالح سباسكي. في الماتش الثالث فيشر حط شرط مهم عشان يجي، ان الماتش ده يتلعب في قاعه صغيره مقفوله ما فيهاش لا جمهور ولا كاميرات. طبعا منظمي البطوله اصروا على الرفض، وكان ممكن خد بالك سباسكي نفسه يرفض، وكان هيتعلن وقتها ان هو الكسبان محدش يقدر يلوم. ورغم ان مسؤولين في الاتحاد السوفيتي طلبوا ان سباسكي يرفض، الا ان سباسكي وافق على اللعب وقال هلعبه، يعني هلعبه حتى لو في صاله بينج. وبالفعل المباراه تتعمل في صاله مغلقه بكاميرا تلفزيونيه وحيده. بوبي فيشر قام لعب افتتاحيه ماتش عمره ما لعبها قبل كده، افتتاحيه بنوني، وهي كلمه عبريه بتعني سان اوف سورو. اول واحد يلعبها كان واحد اسمه ارن ريان جينم سنه 1825، قدر يعرف حركات هذه اللعبه بعد ما عانى من اكتئاب، عشان كده فيها سورو. كان بيقول انها ملجا ليه من حزنه. افتتاحيه يا عزيزي مش بس افتتاحيه شرسه، ولكن كمان كلها مخاطر، معركه ما فيهاش تعادل، يا فوز يا خساره، اول ان. لو كان اللي بيحصل فعلا بين فيشر وسباسكي معركه، فالافتتاحيه دي ضربه لحد الموت لهذه المناوره. فيشر بيقدر يفوز الماتش، تتحول النتيجه ل 2-1. بعد 5 ماتشات فيشر بينجح انه يتعادل مع سباسكي 2.5 قصاد 2.5. سباسكي بعد كده يا عزيزي بيعمل مناوره تكتيكيه معروفه عندنا باسم الدرابويز، والحكم مرتشي. سباسكي اشتكى ان في حاجات في الكراسي او في الاضاءه مأثره عليه، وان الامريكان ممكن يكونوا اثروا على عقله بالاشعاع. بسبب الضغط اللي كان الماتش عامله بدا يشك ان الامريكان عايزين يسمموه، وده ما اختلفش كتير عن افكار فيشر نفسها. الروس بالفعل فحصوا الكراسي والاضاءه وكل حاجه. عارف لو ايه يا عزيزي؟ لو ايه يا ابو حميد؟ دبنتين ميتين. في المباراه السادسه يا عزيزي بنوصل لمباراه القرن، ده اكتر ماتش اتدرس في تاريخ الشطرنج. بيشبهه كتير من اللعيبه الكبار بالسيمفونيه من كتر جمالها وعظمتها. الموضوع كان مفاجئ لسباسكي نفسه. فيشر متعود لما يلعب بالابيض يحرك العسكري اللي قدام الملك، ولكنه بيحرك العسكري اللي قدام فيل الوزير، او ما يعرف بالافتتاح الانجليزي، وده بيضرب كل تحضيرات سباسكي في مقتل. ده غير ان طريقه اللعب ما كانتش طريقه لعب فيشر العاديه اللي بتمتاز بالشراسه والضغط العالي، لا كان واخد الماتش سالانسيه وبيلعب بالراحه والبطء. حرم سباسكي من الحركه، ضغط عليه عشان يزق كل قطعه لورا، وما يقدرش من خلالها انه يهاجم القطعه بتاعته ويخليها كلها في وضع عجز تام. ماتش يا عزيزي بيصنف كواحد من اجمل ماتشات الشطرنج، نموذج بيجمع بين الجمال والدقه، لدرجه يا عزيزي ان سباسكي نفسه وهو حد جاي من الاتحاد السوفيتي قام وسقف لفيشر بسبب افتتانه في هذه المباراه بطريقه لعب. موقف زي ما بيكشف عبقريه فيشر بيكشف جانب جميل في سباسكي، ان هو رياضي حقيقي. كان اللعبه دي في اللحظه دي بيتشال من عليها كل الضغوط اللحظه حطتها فيه، وتجرد كل شيء من الظروف المحاطه بيه، وترجع بمنتهى البساطه الى لعبه بسيطه بين اتنين بيحبوها وعباقره فيها. دلوقتي يا عزيزي النتيجه بتوصل ل 11.5 قصاد 8.5، كل اللي محتاجه فيشر هو نص نقطه يعني تعادل، ولكنه بيحسم الموضوع ويفوز بالمباراه رقم 21 ويتم تتويجه ببطوله العالم. قد تظن يا عزيزي ان الماتش خلص وبالتالي الحلقه خلصت، ولكن لسه انا ما انتهيتش.
بيتم استقبال بوبي فيشر استقبال الأبطال في أمريكا. الراجل المنعزل الانطوائي المتوحد على فكرة واحدة وهي رقعة الشطرنج ما يعرفش يعمل إيه براها، أصبح أشهر شخص في أمريكا، بتعرض عليه صفقات ودعاية ضخمة، أموال كتير للظهور في مسابقات. حد غيره كان بقى مالتي مليونير من اللعبة، لكنه بيفاجئ العالم كله بخطوة غير متوقعة زي منوراته كده في الشطرنج. بيختفي وبيرفض كل العروض، مش عايز حاجة، ولمدة 3 سنين بيظهر مرات قليلة جدا في العالم. وفي البطولة التانية لما بيظهر بطل عبقري روسي اسمه كاربوف عمره 20 سنة وبيتحدى فيشر على لقب، لا يقولك عزيز ان فيشر قدم 179 طلب للاتحاد بتاع الشطرنج عشان ايه؟ عشان يلعب. انا طلباتي في الحياة كلها ما تجيش 179، ممكن تبقى 178 177 بس مش 179 ابدا. خليني اقولك يا عزيزي ان الاتحاد بعد ما بيشد في شعره بيوافق على 177 طلب من ال 179 طلب. جه عند طلبين وقال كده بقى انت زودتها. فيشر كان عايز يلغي كل النقط اللي بتيجي عن طريق التعادل، وان حامل اللقب يبقى كفايه عليه انه يفوز في 8 ماتشات بس عشان اللقب يفضل معاه، والمنافس بقى هو اللي يفوز ب 10 لو عايز يكسب. فيما معناه تغيير نظام البطوله كلها، ده طبعا ما كانش هيبقى مقبول سياسيا من الاتحاد السوفيتي، فتقابلت طلباته بالرفض. المشكله عزيزي ان فيشر ما كانش بيهوش، ما كانش بيساومهم عشان ياخد حاجه، هو بالفعل بيرفض يدخل البطوله، وبيتم اعلان كاربوف بطل للعالم. وبينما هناك حاله من الفخر الشديد جوه اروقه الاتحاد السوفيتي بعد طبعا استعاده اللقب، لدرجه ان برجينيف نفسه استقبل اللاعب وقال له لقد حصلت على اللقب، تمسك به ولا تعطيه لاي حد. انا بقول لك اي حد يقول لك من طرف بابا هات اللقب ده يا حبيبي ما تروحش معاه. طبعا عزيزي في اي دوله اي رئيس بيقول للاعب كده ده معناه ان هو يعني بيشجعه وبيحمسه وبيقول له حافظ على لقبك يا بطل، اجري ورا حلمك، سافر، انت مش شجره، بيسبورته. ولكن بالنسبه لزعيم في الاتحاد السوفيتي دي تعليمات اوردرز، حافظ على اللقب ده ما تدوش لحد، حتى لو بيلعب احسن منك مش دعوه، وامشي قدام السعاده. طبعا يا عزيزي امريكا بتحس بخيبه امل كبيره، الامريكان كانوا حاسين ان فيشر خذلهم. الراجل اللي رفض كل العروض المغريه عشان يرجع لعالم الشطرنج وبيعتزل الشطرنج نهائيا وبيختفي عن الانظار ويعيش طول الوقت ده مكتئب ومهووس بنظرات المؤامره، كان معتقد مثلا ان الكي جي بي بيطارد وبيحاول يقتلوه بالنشاط الاشعاعي وبيحاولوا يسيطروا على مخه عن طريق التليفون. فيشر كان في حرب ما بتخلصش، بس المشكله ان الحرب المره دي جت بينه وبين نفسه. الاكيد ان مع الوقت اصبحت كراهيته لامريكا بتزيد، لخاص لما بدا يحس انها استغلت عبقريته لاغراض سياسيه عشان يحققوا انتصار اعلامي وسياسي على الاتحاد السوفيتي وعشان يغطوا على هزيمه امريكا اللي كانت وشيكه في حرب فيتنام. الضغوط اللي كانت محطوطه على كتفه في رحله فوزه ببطوله العالم وانه مش بس رايح يمثل نفسه او عيلته، ده رايح يهزم الاتحاد السوفيتي، ده حوار. ويمكن ده كان السبب اللي خلاه يرفض يدافع عن لقب ويعتزل الحاجه الوحيده اللي يعرفها عن الدنيا. ضغوطات كتير ادت انه ينهار وما يقدرش يسيطر على مشاكله النفسيه. فكر فيها عزيزي، انت بتدي لهذه اللعبه كل حاجه في حياتك وفجاه اكتشفت ان انت بتستغل عشان تلعب هذه اللعبه، فعلاقتك مع اللعبه دي انتهت. المشكله بقى ان انت كل علاقتك في الحياه كانت مع اللعبه دي. فكره عزيزي ان انت قطعت الحاجه اللي ما عندكش علاقه غير بيها، الانغماس في لعبه معينه مع الانعزال عن الحياه الاجتماعيه ممكن يولد مشاكل نفسيه خطيره. في اللعبه الاولى للشطرنج كل لاعب بيكون قدامه 20 حركه يقدر يعملها، ده معناه ان بعد الحركه الاولى انت قدامك 400 حركه تقدر تعملها، الرقم ده بيتضاعف مع كل خطوه وممكن يوصل ل 10 قدامها 45 صفر. ده عزيزي اكبر من عدد الذرات في النظام الشمسي. اللاعب هنا بيحاول يتوقع خطوه خصمه اللي جايه وسط احتمالات لا نهائيه، ممكن الموضوع ينتهي بيه انه يشوف العالم نفسه رقعه شطرنج، خصوصا لو كان من البدايه عنده عدم اتزان وهوس باللعبه زي بوب فيشر. في سنة 1990 وبعد اختفائه عن الأنظار بتوصل رسالة لبوب فيشر من واحدة اسمها زيتا. زيتا لاعبة شطرنج مجرية عندها 19 سنة، بتطلب منه في الرسالة إنه يرجع للعبة وبتصفه بإنه موزارت الشطرنج. بوبي فيشر اللي عاش حياته كلها بدون علاقة نسائية واحدة بيستجيب للرسالة، مش بس كده بيرتبط باللاعبة المجرية، كمان بيظهر ملياردير يوغوسلافي بيعرض على بوبي فيشر إنه يلعب خصمه القديم تاسكي بعد 20 سنة من ماتشهم مقابل جايزة قيمتها 5 مليون دولار. فيشر يا عزيزي بيوافق، العالم كله بيتهز لخبر رجوع فيشر. مشكلة بقى عزيزي ان الماتش كان في يوغوسلافيا في قلب الحرب الاهلية، مشاركة فيشر بيعني كسر الحظ اللي عملته امريكا على يوغوسلافيا، الحكومة الامريكية بعتت له انذار يا فيشر ما تلعبش والا مصيرك هيكون السجن، انت رمز من رموز امريكا. في احد المؤتمرات فيشر بيمسك الرسالة دي وبيتف عليها في تحدي واضح للولايات المتحدة الامريكية، وبتتلعب البطولة اللي بيفوز فيها فيشر تاني على سباسكي بعد ما اتكونت بينهم صداقة على مر السنين رغم كل العداوات اللي خلقها الاعلام في الجانبين. ابو حميد هو هياخد 5 مليون
مليون دولار دول لوحده؟ امال ايه يعني هيقسمها علينا؟ ما بتاعت الراجل هو اللي كسب. على حسب كلام جاري كاسباروف لما كان بيعلق على الماتش ده بيقول ان هذا الماتش فاته الكثير من التطور في مجال الشطرنج، كانك بتشوف ماتش ولاد ما بين اتنين عواجيز بيرجعوا الحلبة للمره الاخيره. امريكا عزيز طبعا بعد اللي عمله ده بتعتبره مجرم، وجهت له تهم عقوبتها بتوصل ل 10 سنين سجن وتنازل عن الملايين اللي كسبها للولايات المتحده الامريكيه. بطل امريكا ومحبوبها الاول بيتحول الى متهم ويطالب بالعداله، فضل طبعا هربان، قعد الاول في يوغوسلافيا وبعد كده راح المجر، كل ده وهو مش قادر يرجع امريكا. وهو في المجر سنه 1996 امه بتموت بعد ما كان بدا يقرب منها ويغفر لها. بعدها بسنتين يا عزيزي بتموت اخته الاكبر شوان، اقرب الناس ليه اللي جابت له اول رقعه شطرنج، عشان يفقد فيشر اي دعم عائلي ويفضل مشرد من غير عيله ولا وطن. بيستمر الوضع كده بين فيشر وامريكا لحد سنه 2001 لما بتحصل هجمات 11 سبتمبر. يتصل بوبي فيشر باذاعه فلبينيه ويبدي فرحته باللي حصل في امريكا ويقول ان ده نتيجه سياسات امريكا الاستعماريه، عشان طبعا الشعب الامريكي لما يسمع كده يتضايق اكتر واكتر ويعاديه اكتر واكتر. بيختفي فتره وبعد كده بينتشر خبر انه اتقبض عليه في اليابان لان معهوش باسبور سفر. الحكومه الامريكيه لغت باسبوره من سنه فاتت عقابا له على الهجوم عليها وعلى سياساتها. في الوقت ده يا عزيزي ايسلندا البلد الصغيره فاكرها اللي لعب فيها فيشر ضد سباسكي عملت حركه جريئه تتحدى فيها اليابان والولايات المتحده، تعرض على فيشر الجنسيه الايسلنديه، وده لان الشعب الايسلندي عمره ما نسي حضور فيشر لبطوله العالم عنده وازاي حضوره حط مدينه ريكيافيك على الخريطه واعتبروه جزء من تاريخه، ويتم استقباله في ايسلندا المره الثانيه بعد عشرات السنين من فوزه ببطوله العالم. استقبلوه استقبال الابطال ولكنه ما كانش نفس الشخص، كان عجوز ومكسور شبح للبطل اللي كان عليه. وفي مؤتمر صحفي اتهم اداره جورج بوش ان هي المسؤوله عن حبسه، عاش هناك في عزله وهدوء لنهايه حياته. فضل يتكلم بقوه على الطبيعه الشريره لبلده بهوس يعادل هوسه بالشطرنج، ده كمان يا عزيزي هاجم الشطرنج ووصفها بانها لعبه سخيفه قايمه على الحفظ مش على الابداع. تخيل يا عزيزي لما انت تعيش طول عمرك بتخلص لحاجه واحده بس، حاجه واحده بس طول حياتك، ثم تكتشف في نهايه حياتك ان انت ضيعت وقتك في سخافات في وجهه نظرك طبعا، شيء مؤلم. خساره توقف فيشر عن الشطرنج بيشبهها بعض اللعيبه بانك تتخيل بيكاسو مات بعد 5 سنين بس من شغله وباقي لوحه اللي نعرفها النهارده ما ظهرتش للنور. كل مباراه فيشر ما لعبهاش في اللعبه دي كانت خساره حقيقيه، خساره للشطرنج نفسه. الماتش بتاعه مع سباسكي سنه 1972 خلت الشطرنج لعبه شعبيه في امريكا وفي العالم كله، وعلى حسب احصائيات للامم المتحده ففي النهارده تقريبا 600 مليون لاعب شطرنج حوالين العالم، ممكن تعتبر اكتر لعبه شعبيه في البورد جيمز. وكتاب بوبي فيشر اللي هو اسمه بوبي فيشر تيتشز تشيس نجح جدا وبقى من اكتر كتب الشطرنج المبيعا في العالم لحد النهارده. في 2008 بوبي فيشر بيموت في عزله وهدوء في ايسلندا، اخر كلمه قالها وهو على فراش الموت لا شيء يشفي كاللمسه الانسانيه. انا عايزك عايز تفكر مين اللي بيقول ده. ده فيشر اللي عاش طول عمره في حاله من العزله، اللي بعد عن امه وهو عنده 16 سنه عشان كان بتعطله عن لعب الشطرنج. فيشر اللي حياته كلها كانت حرفيا ابيض واسود، ما كانش يعرف غير لون واحد بس. فيشر اسير حدوته ما فيهاش غيره وهو بطلها الوحيد، حدوته هو خلاها ولكنها حدوته استثنائيه. بس كده يا عزيزي اتمنى تكون انبسطت في هذه الحلقه، شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجايه، انزل بص على مصادر لو احنا على اليوتيوب، اشترك على القناه. دي يا عزيزي كانت حلقه عن الشطرنج، ان شاء الله الحلقه الجايه هنعملها عن الكوتشينه وبعدها الدومينه، وهنعمل بقى مشروع قهوه وبس وبنلم فلوس وكده. انا بخطط للتقاعد دلوقتي وبشوف حياه الترفيه على مستوى المعاشات عامله ازاي. لا لو خد عندك كتير لسه في اونو وبنك الحظ والطاوله والسلم والتعبان، في العاب كتير.